تقول أنا مريضة بمرض قد يكون سحرا أو شيطان، لم أترك طبيبا شعبي إلا ذهبت إليه ولكن دون فائدة. قيل لي إنه يوجد رجل يأخذ مبلغا من المال مقابل أن يعالجني، وبشرط أن يأخذ نصف المبلغ والباقي إذا شفيت، فهل يجوز لي الذهاب إليه؟ أفيدوني مع الشكر، جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الرجل موثوقا في عقيدته ويعالج بعلاج معروف ليس فيه شعوذة وليس فيه شرك وليس فيه سحر، فلا بأس أن تذهبي إليه. أما مسألة المبلغ والاصطلاح عليه فهذا راجع إلى ما تتفقان عليه ولا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون هذا الرجل سليم العقيدة وأن يعالج بالأمور المباحة لا بالأمور المحرمة.